بثت كتائب القسام تسجيلا لمحتجزات إسرائيليات في قطاع غزة، وهن يوجهن رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالبن فيها بإطلاق سراحهن. المحتجزات وخلال الفيديو اتهمنا نتنياهو بالفشل السياسي والأمني والعسكري ليرد الأخير بأن ما قامت به حماس يندرج تحت بند الدعاية النفسية. يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير غربية تؤكد أن إسرائيل تواجه ضغوطا لمقايضة محتجزين بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. للمزيد ارحب بضيفي من الناصر المختص بالشؤون الاسرائيليه الدكتور سهيل دياب. دكتور اهلا بك. بدايه، واقع هذا التسجيل وما اثره من تعليقات بغض النظر عما علقه رئيس الحكومه بانه يندرج تحت الدعايه النفسيه القاسيه. تحياتي لك اخ طارق ولجميع المشاهدات بدايه. الوقع كان بداية بقرار من الرقابة العسكرية بمنع نشر هذا الفيديو لمدة ساعتين، ريثما يصدر رئيس الحكومة بيانا أوليا بهذا الموضوع، وبعد صدور هذا البيان أتاحوا لقنوات الإسرائيلية استعمال هذا الفيديو. وهذا هذه الخطوة أدت إلى نقاش واسع في داخل وسائل الإعلام الإسرائيلي على أنه كيف يمكن من يملك القدرة على منع فيديو من هذا النوع ويتهم هذا الفيديو بالحرب النفسية وهو يمنع مجرد وصوله إلى الناس. وهذا النقاش المبدئي في كيفية الصحافة وكيفية التعتيم الموجود منذ 7 أكتوبر وحتى الآن أخذ منحا واسعا في النقاش الداخلي. الأمر الثاني أن هناك بدأ عدد من المراقبين والمحللين التأكيد على نقطتين مهمتين في هذا الفيديو. الأمر الأول، هم يقولون أن ما سمعوه في هذا الفيديو لا يختلف بتاتا عما قالتاه المحتجزتان اللي تم إفراج عنهما وقاما بإدلاء تصريحات أمام الصحافة الإسرائيلية في وسط تل أبيب. وهناك واضح وقالوا وأضافوا هؤلاء المحللين أن في داخل تل أبيب لا يمكن أن نتهم أن حماس تقيم بروفاغندا أو أي نوع من الحرب النفسية. ورغم ذلك في ذلك الفيديو نفسه تم تصريح إسرائيلي واضح أن حماس قامت بتلقين الأسرى ماذا يقولون لأن لديهم أقرباء ما زالوا في الحجز في غزة. والمقاربة الثانية والنقاش الثاني الذي جرى في هذا الموضوع هو أن ما سمعوه في هذا الفيديو كما يحلل المحللون الإسرائيليون ليس فقط أنه لا يختلف عن مطالب أهالي الأسرى الذين يتظاهر يوميا أمام وزارة الجيش في تل أبيب، وإنما ما طرحوه في المظاهرات لأهالي الأسرى أعلى بكثير وأكبر بكثير مما قالوه في الفيديو المذكور. فلذلك يعني نستطيع القول أن الإدعاءات الإسرائيلية وهذه الترجمة الإسرائيلية بقت بالفشل كليا. طب سؤال، هل بث هذا المقطع كاملا لم يجري التعامل معه ربما بطريقة مختلفة كما هو، خاصة بأنه تم ربما لم يبات إلا بعد ساعتين من قرار أتى من الحكومة؟ ولكن حتى خلال، أولا ما بث في السوشيال ميديا بث كاملا لأن الناس لم تنتظر القرارات المراقبة العسكرية، ووصل إلى كل بيت وكل غرفة في إسرائيل حالا يعني على التو، وخاصة أهالي الأسرى
وإلى آخره، وهذا مما أثار حفيظة أهالي الأسرة كثيرا. ولكن عندما بت وبت بشكل كامل طبعا بعد أن حاولوا تمرير المواقف العامة والتعبئة والتشجيش لموقف الحكومة قبل أن يعطى هذا التصريح للبت. نعم، طيب دكتور سهيل، حماس تحدد موقفها من موضوع الأسرى والمحتجزين لديها، وهناك وساطة جارية قد تحرز بعض التقدم وهكذا يتردد الكل مقابل الكل. هذا الموقف من حماس، إسرائيل بماذا تفكر، خاصة أن ما يجري من قصف مكثف لغزة ولمناطق عدة يوحي بأن إسرائيل أو حكومة الحرب الحالية لا تبالي في موضوع الصراها عند حماس؟ بالقيادة الإسرائيلية سواء السياسية والعسكرية هناك ثلاثة مواقف مختلفة برزت في عدة حالات في السابق، وأود التأكيد عليه. التوجه الأول يقول أن الأولوية للأهداف العسكرية الإسرائيلية، وهذا الموقف يتبناه جالانت بالأساس ويأخذ منحا طويلا وتفسيرات مختلفة، وهو يدعي أنه حتى ولو كان ذلك ليس بالكلام الواضح على حساب الحياة أو جزء من حياة جزء من الأسرى، فإن قضية الأهداف العسكرية لتدمير حماس هي تعلو على أي هدف آخر بما في ذلك الأسرى. الموقف الثاني وهو موقف جانس من الناحية الثانية، هو يقول على النحو التالي: نعطي أولوية لتفاهمات حول قضية الأسرى، نجري اتفاق تبادل أسرى، ونتابع المعركة التي ستأخذ سنوات مستقبلا لتحقيق الأهداف العسكرية. وهناك الموقف الثالث والذي يحاول نتنياهو أن يضعه بطرقه الملتوية، هو أننا ذاهبون إلى الهدفين معا، نعمل على العملية العسكرية من أجل تقليل الفاتورة بكل موضوع الأسرى، ونعمل على قضية الأسرى بهدف تخفيف الوطأة والهجوم من الرأي العام العالمي على ساعة الصفر بكل قضية هذه الحرب، لأن إسرائيل تعاني اليوم من قضية الساعة الزمنية وطول هذه الحرب بالمفاهيم الدولية. فلذلك هذه الثلاث مواقف، وللحقيقة هذا جزء أساسي من كل النقاش الدائر بالمؤسسة الإسرائيلية، وكل هذه المواقف تتأثر من متغيرين أساسيين. المتغير الأول كيف يتعامل المجتمع الإسرائيلي مع هذه المواقف، خاصة أهالي الأسرى، والاتجاه سائر أكثر وأكثر إلى ضرورة إبرام صفقة تبادل أسرى، مثل ما بيقولوا بالمثل اللبناني كل يعني كل كل الكل مقابل الكل. نعم، وأهالي الأسرى أيضا يطرحون هذا بشكل واضح، وطرحوه بشكل واضح أمام الاجتماع مع نتنياهو مع جالانت ومع الآخرين، وحتى خرجوا من هذا الاجتماع مستائين من الأجوبة الملتوية اللي سمعوها. والمتغير الثاني هو الرأي العام الدولي. لم يشهد العالم منذ أوسلو وحتى الآن هذه العودة الغير آنية فقط والغير عاطفية فقط للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية. هذا الأمر يزعج كثيرا ويزعج ليس فقط المؤسسة الإسرائيلية، وإنما أيضا الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة. وبدأت الحكومات الغربية تشعر بالتغير والتأثير والالتفاف حول المواقف، لأن الأمور آخذة في التصعيد. هذين المتغيرين سيكون لهما أهمية كبيرة في الأيام القادمة. نعم، أنا أشكرك من الناصرة المختص بالشؤون الإسرائيلية الدكتور سهيل الدياب، شكرا جزيلا لك.